بشير، إذا كنت تسمعني الآن، ما التفاصيل لديك وكيف تبدو الصورة؟ أنت يعني في محيط مجمع الشفاء الطبي الآن. يعني نحن في قطاع غزة، وحتى هذه اللحظات لا زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بشن غارات عنيفة ومتواصلة ضد عدد من منازل وممتلكات الفلسطينيين في قطاع غزة. هناك غارات في شمال قطاع غزة وغارات أخرى في الوسط والجنوب من قطاع غزة، في مدينة خان يونس ورفح، وأيضا في المحافظة الوسطى في تحديدا في مخيم النصيرات كان هناك العديد من الغارات. أبرز هذه الغارات كانت في مخيم جباليا للاجئين، عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا كان فوق رؤوس ساكنيه العشرات من الشهداء، أكثر من 50 شهيدا سقطوا في هذه الغارة، حيث كان هذا المنزل يضم عدد من سكان المنزل الرئيسيين، إضافة إلى مجموعة من أقاربهم النازحين إليهم من أماكن قصف أخرى نزحوا إلى هذا المنزل للاحتماء به، ولكن الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت باستهداف هذا المنزل. يعني في مجمع الشفاء الطبي لا زالت هناك حركة نشطة لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، لعلكم تشاهدونها من خلفي، تقوم بإجلاء ونقل المصابين من أماكن القصف إلى هذا المجمع. هذا المجمع الذي يعد المجمع الأكبر في قطاع غزة والذي يقدم الخدمة الطبية للمرضى الفلسطينيين في منطقة مدينة غزة وأطراف المحافظات المحيطة بمدينة غزة. هذا المجمع بات يعاني من نقص حاد من أوضاع كارثية جراء يعني ارتفاع أعداد المصابين في هذا المستشفى وارتفاع الإصابات التي تصل تباعا إلى مشافي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. أيضا يعني قلة الأدوية والمستهلكات الطبية التي تعاني أي فيها وزارة الصحة من نقص حوالي 44% من الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، رصيدها صفر جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 17 عاما، هو ما يزيد من الكارثة الإنسانية التي يتسبب. طيب بشير، وفق البيانات الرسمية ما عدد الشهداء والمصابين حتى الآن؟ إلى أين وصلت هذه الأرقام؟ يعني حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة فإن الأعداد تجاوزت 1400 شهيد فلسطيني جراء هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والغارات التي تتركز بشكل كبير على منازل المواطنين الفلسطينيين، والتي يعني وقعت والتي أوقعت تلك الصواريخ المنازل فوق رؤوس ساكنيها، مما رفع من أعداد الشهداء وأعداد الإصابات التي تجاوزت أكثر من 6000 شهيد مصاب فلسطيني بجراح متفاوتة الخطورة. وزارة الصحة في آخر تحديث لها قالت أن نصف أعداد الشهداء وحوالي 60% من أعداد المصابين هم من النساء والأطفال، وهذا ما بدا واضحا من مشاهدتنا لطبيعة الإصابات ونوعية الإصابات التي تصل إلى هذا المستشفى، وهي مركزة على الأطفال وعلى النساء في داخل مشافي قطاع غزة. طيب بشير، كانت مدارس وأماكن الأونروا الموجودة في غزة كانت تقول أن ربما طاقتها لا تتحمل احتمال هذه الأعداد كل هذه الأيام، ما تفاصيل هذا الأمر؟ يعني استمرارية العدوان الإسرائيلي وارتفاع الأعداد المرضى والمصابين الفلسطينيين الذين يأتون تباعا إلى مستشفيات قطاع غزة، وهذا المستشفى الأكبر في القطاع، هو يعني يتعلق يؤثر بشكل كبير على قدرة المستشفيات في تقديم الخدمة الطبية اللائقة، خصوصا أن هذه المشافي تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة.
جراء يعني الحصار الإسرائيلي المتواصل. إن كنا نريد أن نحدث تفصيلا عن المستلزمات الطبية، كان هناك مثلا مناشدة لوزارة الصحة قبل بدء العدوان بأيام بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بقسم الكلى. بدأ العدوان على قطاع غزة ولم يتم توفير تلك المستلزمات. وزارة الصحة ناشدت في أكثر من مرة يعني جميع دول العالم بضرورة التدخل بشكل رسمي من أجل أن يكون هناك تدخلا فاعلا وفتح قنوات إنسانية ومرات إنسانية لأجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة. ربما كان هناك تصريحات تقول أن إسرائيل تقول لن يتم فتح هذه الممرات، لن يكون هناك أي هدن إنسانية إلا بعد تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين. طيب، بناء على كل ما ذكرته بشير، هل هناك أي إمدادات قد تساعد في يعني إسعاف هذا الوقت أو هذا المشهد؟ يعني تتحدث عن عدد كبير من المصابين والمشهد ربما واضح من خلفك، وربما أغلب المصابين يأتون إلى مجمع الشفاء كما نرى من هذه الصورة. يعني بالفعل وحسب تأكيدات من وزارة الصحة قالت أن هناك جهود تبذل من الجانب المصري الذي يقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في المحنات وفي أي اعتداء يقع على هذا على قطاع غزة وعلى الفلسطين. تقوم مصر يعني بدعم ومساعدة الفلسطين ولديها أيدي بيضاء كثيرة في هذا المجال. قامت يعني بالتنسيق والتعاون مع المملكة العربية الأردنية، ويعني هناك حديث عن وصول طائرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار العريش تمهيدا إلى دخولها إلى قطاع غزة. يعني هذا الأمر هو يسهل عملية دخول المستلزمات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة ويسهل العمل ويخفف من وطأة يعني المعاناة التي تعانيها المشافي في قطاع غزة. طيب بشير ابقى معي، أرجو أن تبقى معي.